السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشيف صالح البطني. قبل ما نبدأ الفيديو تاع نهار اليوم، ما تنسوش تصليوا وتسلموا على رسول الله عليه أفضل الصلوات. اليوم إن شاء الله نحضروا مع بعض كيكة البابا العملاقة، طريقة سهلة وبسيطة والشكل تاعها بزاف راقي. خليكم دركم مع المقادير ومع طريقة التحضير. قبل ما نبدأ في الوصفة تاعنا، راح نذكركم في المسابقة الثانية اللي درتها لكم في قناتي بعد ما درنا المسابقة الأولى وكانت بكل صدق ومصداقية. إذا بالنسبة للمسابقة تاع المرة هذه، إن شاء الله راح يكون فيها 5 فائزات. كما قلت لكم عندنا 5 فائزات، كل فائزة راح تربح مبلغ قدره 500 ألف. إذا هذه هي. أيضا بالنسبة للمسابقة تاعنا، ما فيهاش شروط كبيرة، ما فيهاش شروط تعجيزية، شروط سهلة. وإن شاء الله أنت قاعدة في الدار بالتليفون تاعك راح تربحي مبلغ تاع 500 ألف. إذا نبدأ بالشروط. ندخلوا القناة نتاعي اللي هي الشيف صلاح البطني، نشتركوا في القناة، نفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد وصفاتي، وروحوا للفيديو تاع البرتقال او معجون البرتقال، راح نخليكم الرابط تاعو في صندوق الوصف. تكتبوا لي اريد المشاركه في التعليق، وتكتبوا الاسم واللقب، رقم الهاتف ولا الانستغرام ولا الفيسبوك باش نقدر نتواصل معكم بعد ما تربحوا. روحوا الكوتي تاع ليشان، راح نلقاو 13 قناه. هذه القنوات كامل لازم تشتركوا فيهم وتفعلوا زر الجرس. يعني في قناتي راح تروحوا الكوتي تاع ليشان، راح تلقاو 13 قناه لازم تشتركوا فيهم كامل وتفعلوا زر الجرس ليهم كامل. هذا الشرط الاول باش تحققوه باش تنجحوا. اما الشرط الثاني، ندخلوا لكل قناه اخر فيديو، اخر فيديو في كل قناه نتفرجوا على الاقل 4 دقائق. راني نقول لكم اخر فيديو من كل قناه تتفرجوا فيه على الاقل 4 دقائق باش نفعلوا لهم ايضا قنواتهم. نبداو بالقناه الاولى، نروحوا القناه الثانيه، الثالثه، الرابعه، حتى نكملهم ل 13 القناه الاخيره. بعد ما تحققوا كامل هذه الشروط وتكتبوا في التعليق تاع معجون البرتقال اريد المشاركه، تكتبوا الاسم واللقب، تخليوا لي رقم الهاتف ولا تخليوا لي جيميل ولا فيسبوك ولا انستغرام باش من بعد اذا ربحتي نقدر نتواصل معك. اذا هذه هما الشروط، سهله وبسيطه كما قلت لك انت في الدار وتربحي مبلغ قدره 500 ألف. اذا هذه هي. واش راح نقول لكم دوكا، نرجعوا للوصفه تاعنا. حظ موفق للجميع. اول حاجه راح نبداو بالشربات. نجيبوا لهنا كاسرونه صغيره، نحطوا فيها كاس نتاع السكر وزوج كيسان نتاع الماء، الكاس الاول الكاس الثاني، وعندنا شريحه نتاع ليمون نحطوها على النار. بعد ما تهز الغليه نحسبوا لها 5 دقائق ونطفيوا عليها. دوكا نروحوا مع بعض لتحضير العجين. اول حاجه عندي ربع ملعقه نتاع حليب يكون دافي، الملعقه الاولى، 2 3 4. انا ندفيه في الميكرووند ونرجع لكم. عندي ملعقه نتاع اكل سكر تكون كبيره، وعندي ملعقه تاع اكل خميره الخبز. نخلطوهم جيدا ونخليهم حوالي ربع ساعه حتى تفعل الخميره تاعنا ونرجع لكم. طبيعه الحال لازم نغطيوها، نحطوها على جهه ونجيبوا لهنا ريسيبيون كما هذه، ونحطوا 12 ملعقه او عفوا 10 ملاعق نتاع فارينه. من الاحسن تغربلوها، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ملاعق. عندي ايضا قرصه نتاع الملح، لازم دائما نقول لكم في الحلويات نديروا قرصه تاع الملح باش تعدلنا هذيك الحلاوه وما تجيناش صامطه. عندي ايضا 3 حبات نتاع البيض، من الاحسن البيض تاعنا يكون الحجم تاعو كبير، من الاحسن ما يكونش متوسط يكون كبير. ونستناو الخميره تاعنا حتى تتفاعل. لهنا نجيبو الخميرة تاعنا بعد ما تفاعلت كما راكم تشوفوا. دوكا نخلطها ونضيفها على هذا الخليط، ان شاء الله فقط تكون الصورة واضحة. لهنا هذا الخليط راح نضيف له شوية نتاع الحليب، يعني باش نحيو هذا الشيء اللي بقى برك، ونضيفه هنا فقط. وراح نجيبو الفوي ونخلطو غير بالعقل، بسم الله، خلطوا جيدا حتى ينسجموا كامل المكونات.
بعد ما تحصلنا على هذا القوام لازم نخلطه بهذه الطريقة مليح، نخبطوها حوالي 5 دقائق حتى 10 دقائق. وكا آخر حاجة بقات لي عندنا الزيت، نضيف لها 1/4 ملعقة نتاع الزيت. يعني كما قلت لكم انا الوصفة تاعنا راهي اقتصادية، كان لي يخدم البابا بالزبدة، ولكن هذه الوصفة ايضا نتاع الزيت بزاف ناجحة. وعندي ايضا هنا الذوق نتاع الكراميل، يعني قطرة فقط ما تكثروش بزاف باش ما تغيرش اللون. انتما اذا عندكم الفانيلا استعملوا الفانيلا ما كانش مشكل. ونكملوا نخلطوا جيدا حتى ينسجموا، وندخلوا هذيك الزيت مليح في الخليط تاعنا. اذا العجين تاعنا شوفوا القوام تاعو كيفاش ولا. انا واش راح ندير، نحطها في المول. انا كما قلت لكم راح ندير البابا العملاق، يعني ممكن انتم اذا حبيتوا ديروها في القوالب الفرديه هذا يرجع لكم. لهنا بالنسبه للمول تاعنا درنا له الزبده ورشيناه بالفارينه، حط الخليط تاعي نقسمه ونخليه يضاعف الحجم تاعو في المول لمده نصف ساعه. اذا دوك انا راح نمشيها على القلب تاعي كامل، لهنا القلب تاعي راه شويه كبير، ولكن بعدها راح يضاعف الحجم تاعها. كما قلت لكم حاولوا تعطيوها وقتها حوالي نصف ساعه برا، ومن بعد كي نزيدو ندخلوها الفرن راح تدي لنا في الطياب راح تزيد يدوب لها الفوليوم تاعها. يعني ما تخافوش، وانتم اذا حبيتوها ديروها في قوالب فرديه هذا يرجع لكم. انا دوك راح نمشيها مليح ومن بعد نرجع لكم. اذا بعد ما مشيناها كما كنت تشوفوا دوكا نغطيها بمنديل ونخليها حدا الفرنو شويه، لانه الجو بارد لهنا في الكوزينه، نحطوها شويه قدام الفرنو حتى نضعف الحجم تاعها لمده نصف ساعه، ومن بعد ان شاء الله نرجع لك. لان بعد ما تضعف الحجم تاعها بعد نصف ساعه، الخطا الوحيد انكم ما ديروش كيس بلاستيكي هكا، لانه شوفوا كيفاش تصلها. راح نحيه غير بالعقل بهذه الطريقه، نحيوه برك غير بالعقل، ولا ما ديروش كيس بلاستيكي، ديروا غير كتانه صرفيطه. دوك انا راح نفوتو الفرن، الفرن كون شعلته مسبقا على 180 درجه، نعطيها تحميره من تحت وزيد نحمرها شويه من فوق ونرجع لكم. اذا البابا تاعنا راهي حاضره معانا كما كنت تشوفوا، اللون تاعها راهو بزاف مليح. دوك انايا راح نقلبها بسم الله. اذا كما كنت تشوفوا الشكل تاعها بزاف رائع. نعطيكم القوام تاعها شوفوا ما شاء الله. دوك انا واش راح ندير، نجيبو الشربة تاعنا اللي وجدناها من قبل ونسقيو بها الكيكة تاعنا في بدء الامر. بسم الله نسقيوها السعبيان، حاولوا تسقيوها مليح. دوك انا نسقيها ومن بعد نرجع لكم. بعد ما شربناها اذا عندكم نتوما لا جولي تقدروا ديروها من فوق الناباج، تقدروا تعطيوها بريونس خفيفة على الجوانب فقط ما يهمش المنتصف. عندنا لهنا ايضا سوبر كريم بذوق الفراوله، لانه انا راح نزينها لكم بالفراوله، رانا في الموسم تاعو. يعني هذه الايام الوصفات نتاع البرتقال ونتاع الفراوله، يعني هذو ما يطلبوهم مني بزاف المشتركات، وحبيت نلبي لهم الرغبات نتاعهم. وايضا بالنسبه لبابا شحال مره نديرهم في قوالب فرديه في القناه، يعني هذا السوبر كريم راه يعطيها ذوق ما شاء الله. نديرو شويه فقط ما نكثروش، ودوكا راح نحطوها على جهه ونخدمها مع بعض نطلعوا كريمه الشونتيي. اذا بالنسبه لكريمه الشونتيي دائما نخدمها معكم، عندنا كاس غير ان دوا نتاع غبره الشونتيي، واقل من هذا المقدار، يعني نديرو كاس غير 4 او غير 2 اصابع، ولازم الحليب تاعنا يكون بارد. نطلعوها بالباتور بسم الله. لأن حبيت فقط أعطيكم نصيحة، لازم تخلطوا بالباتور تاعكم، يعني ما تصلحش تخلطوا باليد، لازم الباتور غبرة شونتيي نطلعوها بالباتور، ولازم نديرو على الأقل 20 دقيقة ربع ساعة باش يزيد يضعف الحجم. ما نخلطوش كي نشوفوها بدات يعني تحكم روحها نحبسوا عليها، لازم نخلطوا باش يزيد الضعف فيها الحجم تاعها أكثر وأكثر. إذا نشوفوا القوام تاع الكريمة تاعنا، نجيبوا لابوش هادو كيما هذه إذا عندكم، وراح نعمرو لا
لابوش تاعنا بالكريمه، ومن بعد نديرو التزيين اللي حبيتوه نتوما. تقدروا حتى تخدموا غير بيديكم، ما كان له ديروا في لابوش وكلش، يعني غير بيديكم. اذا هذه هي، دوك نعمر لابوش تاعي ونجيبو لهنا الكيكه تاعنا ونبداو نزينو غير بالعقل. نبداو السع بالجوانب، بسم الله. الكريمة تاعنا راهي شوية يابسة هكا، ونمشيو حتى نكملو هذا الجانب كامل. ودركا بعد ما كملنا نروحو نعمرو بهذه الطريقة، ولا المهم كيما تحبو نتوما هكا حتى نكملوها كامل. ودوكا نروحو للمرحلة الأخيرة بعد ما غطينا الكيكة تاعنا كامل. دوكا نجيبو لي فروي تاعنا، عندي لهنا نص حبة تاع بنان، حبة شينا صغيرة، وعندنا الفراولة فقط. انتوما لكم الاختيار كيفاش بغيتو تقطعو الفاكهة تاعكم. اما بالنسبه للبنان يعني بنفس الطريقه نقطعه شرائح، نكونوا شويه خشن. اذا بهذه الطريقه راح نعطيكم استوس لهنا. بالنسبه للبنان باش ما يكحلكمش نديروا له شويه تاع قارص عصير الليمون باش يحافظ لنا على اللون تاعو وما يكحلناش، غير هكا. شوفوا كيفاش يحافظ على اللون تاعو وما يكحالش، يعني مده زمنيه حتى تاكلوها على الاقل ساعه ولا ساعتين يحافظ على اللون، باش كي تقدموها مثلا للضياف ولا يكون اللون تاعها شباب. اذا هكا عندنا ايضا دركا نحيو منه الفراوله نحطوها على جهه. ايضا بالنسبه للحبه نتاع القارص او عفوا نتاع البرتقال بهذا الشكل نبداو. بسم الله بهذا الشكل يعني لكم الاختيار في التزيين، كل واحد كيفاش يزين. انا راح نزينها بهذه الطريقه. دوكا راح نقسموها مع بعض، نقسموها منا وراح نعطيكم فجت الدخل. شوفوا جتم ما شاء الله. اذا هذه هي جات مشربه، جات قطنيه. شوفوا كيفاش جات ما شاء الله. اذا هذه هي الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم، نتمنى تنال اعجابكم وتجربوها. اذا عجبتكم لا فيديو تاع نهار اليوم عليكم الا تكثروا لي من لي جيم تكومونتيو لي اسفل لا فيديو. اذا عجبتكم قناتي ما عليكم الا ديروا اشتراك ولا ابوني ولا سبسكرايب، فعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد نتاعي. ما بقالي نقولكم شهيدكم بالصحة، نتلاقاو في عدد آخر. تهلاو في رواحكم، سلام.